عسلامة، مرحبا بكم في سهلة مهلة. اليوم باش نعملو مع بعضنا حاجة تونسية بنينة اللي هي العصيدة العربية وإلا العصيدة البيضاء بطريقة سهلة مهلة اي سورتو بنينة على الاخر. مقادير سهلين: زوز كيسان سميد ارتب، زوز كيسان ماء ورشة ملح. اول حاجه باش نعملها هي اني نخلط المقادير متاعي مع بعضهم. هوني حطيت السميد زوز كيسان نفكر، وباش نصب فوقه الملح، رشه الملح تنجمو تزيدو حسب الذوق متاعكم. واخر حاجه باش نصب زوز كيسان معبيين بالماء، ونحرك كل شيء مع بعضه ونتاكد اللي ما خليتش حتى كعابر هكايا في السميد. الغاز متاعي ديجا يشعل مويان، ماهوش قوي وماهوش ضعيف. وباش نهز الكسرونة متاعي نحطها فوق الغاز ونبدأ نحرك نون ستوب، دونك ما نوقفش التحريك، نقعد نخلط 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 باش تشوفوا شوية كعابر كي فون سو فورمي، دونك باش يتكونوا شوية كعابر، لكن ما تخافوش منهم، راهو هذوك من بعد يتحلوا، مش كيما عصيدة الفارينة اللي تكعبر فيسع فيسع وتحلو فيهم. بما انه كاليتي سميت نجم تفرق، هنايا العصيدة جاتني يبسة شوية، هذيك علاش باش نزيد لها شوية ماء، عيني ميزاني حسب التراوة اللي حب عليها. دونك فوالا زدت لها شوية ماء ونقعد نحرك فيها ونعصدها مليح 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 حتى لي كيما تقول مامتي تولي كلها القوم. فوالا، وكيما قلت لكم ما تخافوش منهم كل الكعابر، خاطر كيما تشوفوا لهنا راكم تنحاو كلهم. يقول القايل قديش واحد باش يقعد يحرك وكيفاش باش نعرفوا اسكو العصيده نتاعنا ولا السميد نتاعنا طاب ولا لا. اون فيت انا من الاول بالطبيعه الغاز كان قوي، من بعد نقصت فيه وقعدت نحرك نحرك ونعصد نعصد حتى يلين في الاخر باش تبدا تبقبق. هتوا تشوفوها انتم لهنا كيفاش باش تعمل اون فيتك البابلز هوني كيما تشوفوا قدامكم، معناها عصيتي طابت. نفرغ العصيدة متاعي في صحن وإلا في شقالة لوح وإلا في تبسي كيما تحبوا نتوما، وتزينوها باللي تحبوا نتوما. هنايا أنا باش نحط شوية زبدة باش تذوب، ومعها شوية سكر غلاس اللي هو السكر المحور. تنجمو تحطوا زيت زيتونة وعسل، تنجمو تحطوا زبدة وعسل حاسيلو، تنجمو تتفنوا كيما تحبوا نتوما وتاكلوها باش. كانت هذه العصيدة العربي بطريقة سهلة مهلة وخاصة بنينة على الاخر. نتمنى انكم تجربوها، ما تنسيوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو كان عجبكم، وما تنسيوش خاصة تشتركوا في قناتي باش يوصل لكم كل جديد. تلقوني زادة على فيسبوك وانستغرام، نشوفكم ان شاء الله بيانتو، باي باي.